هنكمل كلامنا بقى على الـ DML. كنا عرفنا ان الـ DML عبارة عن اربع commands اللي هم الـ insert والـ update والـ delete والـ select. كنا اتكلمنا على الجزء بتاع الـ insert، هنبدأ في السيشن ده نتكلم على الـ update. الـ update بيستخدم في ان انا اعمل updating لعمود او اكتر لمجموعة records او اكتر في جدول ما. بيتكتب ازاي؟ بكتب update، بعد كده اسم الجدول اللي انا عايزه، بعد كده بستعمل كلمة set اسم العمود يساوي القيمة اللي انا عايزها، ولو انا عايز اضيف اكتر من قيمة او اعدل اكتر من قيمة هقول يساوي بالمنظر ده كذا مرة وهكذا الى الاخر. لو سبتها بالمنظر ده كده لحد هنا هيعمل ابديت لكل الجدول. ليه؟ لان ما حطيتش شرط يحكم لي انا عايز اعمل ابديت لمين ولا لمين. طب عشان احكم ده استعمل ايه؟ استعمل كلمة اسمها وير، وبحط هنا الشرط او الشروط اللي عندي. كنا جينا شفنا قبل كده في التشيك ان احنا عملنا ايج اكبر من او يساوي رقم، وكان الاكبر من او يساوي ده كومباريزون مقارنه. فانا ممكن برضو في الوير استعمل المقارنه، وان انا ادمج اكتر من شرط عن طريق اللوجيكال اوبريتورز اللي هم ايه. لو انا هستعمل هنا مقارنه وليكن مثلا عايز اقول الايج اكبر من 80، فالمقارنه بالنسبه لي اكبر من، اكبر من او يساوي، اقل من، اقل من او يساوي، واللي يساوي عبارة عن يساوي واحدة مش زي الجافا سكريبت، واللا يساوي ممكن تنكتب كده او كده. فلو عايز اقول له ان الايدج اكبر من 80 فهاجي اكتب له ان الايدج اكبر من 80. عايز اقول له ان الاي دي بيساوي 10 هاجي اقول له الاي دي بيساوي 10. عايز اقول له ان النيم لا يساوي علي هقول له مثلا ان النيم لا يساوي علي. ونخلي بالنا ان لو انا بكتب string في SQL بحطه في single quotes، انما الارقام بتتكتب زي ما هي. لو عايز بقى ادمج اكتر من شرط في الامر بتاع الابديت او الديليت او السيلكت ايا كان، لان الكومباريزون واللوجيكال بتستعمل في الثلاثه الابديت والديليت والسيلكت بنفس الطريقه، لان الهوير موجوده في الثلاث اجزاء او في الثلاثه كوماندز. اجمعهم بقى ازاي؟ عندي في اللوجيكال اوبريتورز الاند والاور. الاند لو عايز ادمج اكتر من شرط بحيث الشروط كلها لازم تبقى بترو عشان يحصل ابديت او يحصل ديليت او يحصل سيلكت تبعا للكوماند اللي انا مستعمله. الاور لو واحد بس منهم يتحقق هيحصل اللي في الكوماند ده، فلو ابديت هيابديت، لو ديليت هيديليت، لو سيلكت هيجيبه. فعلى سبيل المثال اللي انا عايز اقول ان المستخدم يكون الايدج بتاعه اكبر من 20 والاي دي يكون اكبر من 30، اكتبها ازاي؟ هكتب ابديت وليكن اليوزرز، وهقول set اللي انا عايز بقى اعدله، وبعد كده where الage اكبر من 20 وعايزين نقول الاي دي اكبر من 30. لو الشرطين عايزينهم يتحققوا ده اللي احنا عايزينه يبقى نكتب هنا اهو and، لو واحد منهم بس هنكتب or. لو عايز اعمل حاجات complex هستعمل الاقواس. نيجي بقى نشوف الكلام ده، نتاكد الاول ان السيرفر مفتوح. وليكن مثلا احنا شغالين في جدول اليوزرز، عايزين نقول مثلا عدل الباسورد بتاع اليوزر نيم AAA2 خليه وليكن ABCD او اي كومباينيشن تانية غير ده. اكتبها له ازاي بقى؟ هروح على السيكوال واجي اقول له ابديت اسم الجدول وهول ست الباسورد اللي انا عايز اعدله، ادي السترينج وليكن ABC 123. هوير بقى الشرط اللي انا عايز اختار بيه المستخدم ده، فهول اليوزر نيم بتاعه بيساوي 3A بعد كده 2. نيكسكيوت الكلام ده، اعمل دان اهو. نيجي للبراوز هنلاقي ان الباسورد اتغير. لو عايزين بقى نعدل الباسورد بتاع الشخص ده اللي هو الفيرست نيم بتاعه A3 واللاست نيم بتاعه B1، هنكتبها ازاي بقى؟ هنقول له set الباسورد وليكن نخليه 000000 ونغير دي بقى نخليها الفيرست نيم وليكن A3 and last name بيساوي B2. ممكن نفتح دي عشان نتاكد بس. كنا عايزين A3 وB1، A3 ونعدل دي نخليها B1. نيكسكيوت الكلام ده. لو جينا شفنا البيانات هنلاقي ايه؟ اليوزر ده او الريكورد ده اتعدل الباسورد بتاعه. لو عايز بقى اعدل الاثنين دول باستخدام الفيرست نيم واللاست نيم اكتبها له ازاي؟ هضطر استعمل بقى الايه البرانسيزس. بمعنى ايه؟ اروح على السيكوال هقول ده على بعضه كده او شخص تاني. فعشان ادمج حاجتين كومبلكس مع بعض بستعمل الاقواس، وعشان اقول ده او ده بستعمل الاور. فاحط الشخص الاولاني او الريكورد الاولاني واقول اور الريكورد الثاني، نعدلهم بقى احنا عايزين A2 وB2. هنيجي نقول هنا A2 وB2 او A1 وB3. A1 وB3 ده معناه ايه؟ انه هيقول لو
الشخص ده بيحقق الفيرست نيم واللاست نيم على بعضه كده او ده كده على بعضه. هنيجي نقول جو قال لك تو روز افكتد، يبقى فيه تو روز اتغيروا اللي هم مين؟ اللي هو ده رقم 9 ورقم 10 بالمنظر ده. طيب بقى لو انا عايز اعمل حاجه نل، اعدل جزئيه من دول نل، بمعنى ايه؟ وليكن مثلا عايز اخلي الادرس بتاع كل النلز دي ايجيبت، وليكن بس ده نغيره الى يو اس اي عشان ما يتغيرش معانا. عايزين بقى نقول ايه؟ ان كل المتبقيين النل دول خليهم لي ايجيبت. فاروح للسيكوال اقول له ابديت يوزرز ست الايه الادرس بيساوي ايجيبت هوير. ايه بقى المفترض ان انا اقول ان انا عندي الادرس وعندي الناحيه الثانيه نل. استعمل ايه هنا بقى؟ لو هشتغل على النل يبقى استعمل كلمه از، يبقى از نل او از نوت نل لو الفيلد ده مش عايزه يكون بنل. يبقى لو قلت از نل هيعدل الروز اللي هي قيمتها بنل، لو قلت از نوت نل معناه هيعدل الروز اللي قيمتها مش نل. لو جينا جربنا ده وقلنا جو قال لك 7 روز افكتد وخلاهم لي كلهم ايجيبت، يبقى عشان استعمل قيم سبيسيفيك بستعمل الكومبارزون، وعشان استعمل النل او النوت نل بستعمل كلمه از. نيجي للكوماند الثالث بقى اللي هو الديليت. الديليت بيمسح مجموعه من الريكوردز، ممكن يكون ريكورد او اكتر او ولا ريكورد، تبعا للشرط اللي هو محطوط. بكتبه ازاي بقى؟ بقوله ديليت فروم اسم الجدول وبعد كده بكتب شرط، والشروط برضو طبعا لمين؟ زي ما شرحنا في الجزء بي الابديت، وهيطبق برضو في الجزء بتاع السلكت. برضو لو انا ما كتبتش الجزء بتاع الهوير هيمسح لي كل الريكوردز اللي موجود في الداتابيز او اللي موجودة في التابل. وطبعا موضوع الديليت زي ما قلنا في الدروب ان هو مش ريفيرسبل. يعني ايه؟ يعني لو في ريكوردز او تابلز راحت مش هنقدر نعمل لها ريكفري بعد كده الا بالباك اب. فعشان كده لازم نخلي بالنا جدا من الشروط اللي احنا بنكتبها، لان ممكن نكون كاتبين شرط والشرط ده بيحقق على كل الريكوردز الموجوده في التابل. زي مثلا لو جيت غلطت وكتبت هوير واحد او هوير ترو، ده معناه ان الهوير واحد او الهوير ترو بتتحقق في كل الريكوردز اللي موجوده في التابل المختاره ده، فبالتالي هيمسحها لي كلها. هنفترض بقى ان احنا عايزين نمسح الجندرز اللي موجودين هنا ونشوف تاثيرها على اليوزرز دول هيحصل لهم ايه. فاروح اقول له ديليت فروم يوزرز هوير واحد، ده كده هيمسحهم لي كلهم. او ممكن اعمل اوميت للجزء بتاع الهوير فيمسحهم لي كلهم، او ممكن اقول ديليت ستار فروم يوزرز كده برضو هيمسحهم لي كلهم. ستار يعني كل، يبقى ديليت فروم يوزرز هقول له جو اوكي هيمسح لي كل اليوزرز. فلو جيت بسيط على اليوزرز هلاقيهم اتمسحهم. طب لو عايز بقى اعمل حكايه ان انا اشوف تاثير مسح الجندرز على اليوزرز هل هيقبل ولا يرفض، فهنيجي الاول نضيف يوزر، هنكتبها بالكوماند او في حاجه هنا اسمها انسيرت جوه كل جدول. لو انا عايز اضيفهم بايدي وليكن مثلا واحد فيرست نيم اي مثلا وهنا بي، واليوزر نيم اي بي سي، والايميل a@a.com، والباسورد وليكن 6 احايد، ونسيب الباقي فاضي ونختار بس الجندر نخليه ميل ونقول له جو. ادي اليوزر اهو ويختار الجندر بواحد. لو جيت بقى في السيكوال وقلت له ديليت فروم جندرز وقلت له جو اوكي هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي ايرور. ليه؟ بيقول لك cannot delete or update apparent row a foreign key constraint fails. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا مستخدمين الجندرز في حته تانية وعاملين له restrict او no action اللي هي نهين اللي هي في اليوزرز. يعني لو جينا مسحنا ده ورحنا الجندرز تاني مسحنا دول هيأكسب. ليه؟ لان مفيش حاجة معتمدة عليهم. يبقى ليه from genders go اوكي فمسحهم لي بالمنظر ده. فاذا دي فايدة النو اكشن او الريستريكت لما كنا عملناها في الدي دي ال الخاص بالجدول بتاع الجندرز واليوزرز. بعد العمليات اللي احنا كنا عملناها دي فاحنا كده الداتابيز تيبلز بتاعها فضت. ده معناه ان انا لو عايز بقى اشتغل على السلكت او الابديت والديليت محتاج برضو اضيف روز. طب لو محتاج حاجة اكسبرمنتال اجرب عليها شغلي، الماي سيكوال بيوفر لك داتابيز اسمها وورلد. عشان اجيبها بسهولة هتكتب ماي سيكوال وورلد داتابيز في جوجل وتختار اللي هي سيتنج اب ذا وورلد داتابيز وتضغط على انستوليشن. هتنزل تحت هيجي يقول لك ايه ان هي افيلابل فور داونلود في اللينك ده. هتنزل بقى تلاقي الوورلد داتابيز ممكن تنزلها، بيقول لك داونلود داتابيز وبيوفر لك برضه مجموعه من الداتابيز الثانيه، ودول عباره عن اكزامبل داتابيز ممكن تست عليهم شغلك او تتعلم عليهم. فهنزل وورلد، المفترض هو بينزل لك كملف مضغوط. هتروح بقى تفك الضغط هيجي لك ملف وورلد وتسيكول ده اللي احنا هنستعمله. هنروح نكاري داتابيز جديده
اسمها world ونقول create، ونيجي نعمل import ونختار ملف السيكول، نتأكد ان enable مش معمول لها check ونقول go. قالك هو finish successfully بالمنظر ده، وضاف حوالي 5347 queries اتنفذهم. لو جينا بقى شوفنا الورلد هنلاقيها عبارة عن 3 tables، حاجة اسمها city وcountry وcountry language. ببساطة ده عبارة عن ايه؟ السيتي هما السيتيز اللي موجودة around the world بالمنظر ده، ودي الكانتريز اللي موجودة، ودي اللغات المستعملة عن طريق الكانتريز. فلو جينا مثلا الكانتري هنلاقي مثلا ألبانيا، يو اي اي، أرجنتين، أستراليا وهكذا. نيجي مثلا للسيتيز هنلاقي ان دي السيتيز اللي موجودة، وده الكانتري كود المقابل ليها. لو جينا مثلا أمستردام هنلاقي ان الكانتري كود بتاعها NLD. الميزة برضو في الابليكيشن ده لو جينا ضغطنا على الفورين كي هيريدايركت اوتوماتيك على البرايمري كي بتاعه بالمنظر ده كده. فقال لك ان امستردام موجوده في نيذرلاند في اوروبا، وبقيه الايه التفاصيل، ايه التفاصيل المتاحه لينا اللي هي مثلا سيرفيس اريا، سنه الاستقلال، بوبوليشن، لايف اكسبكتنسي اللي هو السن المتوقع للشخص، وهكذا بقيه البيانات. فاحنا ممكن نستخدم دي كاكزامبل نتدرب عليه، وخاصه في موضوع السلكت. نيجي بقى للامر الرابع اللي هو السلكت، واللي يعتبر من اهم الكوماندز الموجوده في السيكوال. بيتكتب ازاي بقى؟ بقول select اسماء الاعمده اللي انا عايزها، وبعد كده from اسم الجدول او الجداول اللي احنا عايزينها، وبعد كده where الشرط او الشروط اللي احنا عايزينها. وطبعا في تكمله هنتكلم عليها لما نفهم بقى الجزء ده الاول. نيجي لاول حاجه اللي هي select. select كذا، ايه الاعمده اللي انا عايز اعمل لها select؟ لو عايزهم كلهم بكتب star، لو عايز مجموعه اعمده معينه بكتبها وبفصل بينها بكما. from اسم الجدول او اسماء الجداول بفصل برضو بينها بكما. where الشرط او الشروط زي ما احنا شفنا في الابديت وفي الديليت. فعلى ابسط مثال هاجي اقول select star from city بالمنظر ده كده، مفترض هيجيب لي كل السيتيز اللي موجوده بالمنظر ده. طب لو عايز select عمود معين منهم وليكن النيم، فهقول select name from city، هقول go هيسلكت لي بس العمود بتاع النيم. هاجي اقول select name والpopulation من السيتي كده هيختار عمودين، فهقول go هيسلكت العمود بتاع النيم والمقابل ليه في البوبيليشن. طب لو انا جيت بقى قررت قلت نيم بوبيليشن وبرده نيم وبوبيليشن، هيجيب لي كام عمود؟ بعدد اللي احنا اخترناه هيجيب لنا اعمده. هم متكررين بس هو ملوش دعوه، ما دام انت احتجت النيم مرتين هيجيبهم لك. هقول جو هيجيب لك نيم بوبيليشن نيم بوبيليشن بالمنظر ده. فانت اي عمود تكتبه هنا هيجيبه لك حتى لو متكرر، بشرط يكون موجود فين؟ في الليسته بتاع التيبل ده. طب لو عايز بقى اكتب شرط، هاجي اقول هوير الشرط وليكن البوبوليشن اكبر من 10000، هقول له جو فجاب اللي هم اكتر من 10000. طب عايزين نزود الرقم بحيث نقلل اللي يطلع لنا، وليكن مثلا مليون، فهيجيب لنا دول اللي هم اكبر من مليون. لو خليناها مثلا 3 مليون وقلنا جو، هنلاقي ان البيانات اللي جات لنا اقل، قال لك ان هم 46. طب لو جينا زودناها اكتر وليكن مليار، فجاب لك بس بلد واحده، سيتي واحده موجوده السكان بتاعها اكتر من مليار، اللي هي بومباي او بومباي. ومش شرط اللي احنا بنكتبه هنا بعد الهوير يكون في السلكت، لان احنا ممكن نسلكت اعمده معينه ويكون الشرط على عمود تاني خالص. بمعنى ايه؟ وليكن مثلا عايزين نسلكت السيتيز اللي موجوده في ارجنتين اللي هي الكانتري كود بتاعها اي ار جي. وبرده لو نلاحظ هنا ان هو مخلي البرايمري بتاعه عباره عن كاركتر، زي ما جينا قبل كده وقلنا ان ممكن يكون البرايمري كي عباره عن نيوميريك او تكست، بشرط ان هو يحقق ثلاث حاجات، فهنا مختاره ان يكون كاركتر. نرجع تاني للمثال بتاعنا ونقول select النيم والبوبوليشن من السيتي اللي الكانتري كود بتاعها بيساوي ARG، فجاب لنا كل اللي فيه ال ARG بالمنظر ده كده. لو جينا بقى غيرناه خلينا الكانتري كود EGY لايجيبت، فهيجيب لنا كل اللي في الايجيبت، كايرو، الكسندرية، منصورة، طنطا، محلل، سويس، وهكذا الى الاخر. طب لو عايزين بقى نعمل ايه؟ نقول الكانتري كود بيساوي مثلا ايجي والبوبوليشن اكتر من مليون، فهنقول اند البوبوليشن اكبر من مليون بالمنظر ده. اقول له جو فهيجيب لي بس ان كايرو، الكسندريا، وجيزه هم اللي اكبر من مليون. يبقى اذا من اللي تم ده في السلكت وفي الشروط عمل حاجتين. لو انا عندي التيبل بالمنظر ده عمل مصطلح اسمه بارتيشننج، يعني تقسيم، وعندي للتقسيم نوعين هوريزونتال وفيرتيكال. فيرتيكال اللي هو راسي، الهوريزونتال اللي هو افقي. امتى ده بيتنفذ الفيرتيكال؟ الفيرتيكال بيتنفذ مع الهوير، يعني بقصقص او بختصر او باخد اجزاء من مين؟ من الصفوف، وليكن الصف ده
والصف ده مثلا، يبقى الفيرتيكال بارتيشننج اللي هو مع الهوير. طب الهوريزونتال بارتيشننج اللي هو في السلكت. فلو جيت اقول سلكت مثلا الاي دي والفيرست نيم، كده انا بقى ايه، باخد جزء بس هوريزونتال من الاعمده. يبقى الهوريزونتال بارتيشننج هو اللي بعد كلمه سلكت، والفيرتيكال بارتيشننج هو الشروط اللي موجوده في الهوير، هل بقسم افقي ولا بقسم راسي. وممكن طبعا اطبق الاثنين زي ما شفنا في الامثله، بحيث مثلا ياخد لي وليكن الجزء ده من الجدول. لما جينا اتكلمنا عن السلكت، قلنا سلكت كذا، فروم كذا، هوير كذا، وقلنا ممكن يكون في تكمله هنا. ايه بقى ممكن يتكتب هنا؟ ممكن نجيب الروز دي مترتبه. بمعنى ايه؟ وليكن مثلا عايزين البوبيليشن مترتبين تنازلي. نكتبها ازاي؟ بنقول له اوردر باي اسم العمود اللي عايزين نرتب على اساسه، وبعد كده هل هي ascending ASC ولا descending DESC، والديفولت بتاعنا اللي هو ASC اللي هو ascending. نيجي نجربها، فهنيجي نقول هاتهم من ايجيبت، order by population يكون descending يكون تنازلي، فيجون لي مترتبين بالمنظر ده، كايرو، الكسندريا، جيزة، شبرا الخيمة، بورسعيد، وهكذا الى الاخر. لو جينا شلنا كلمة descending هنلاقي جابون لي تصاعدي بالمنظر ده كده، فإذن الديفولت هو ascending. لو جينا جبنا كل اللي في ايجيبت ونضيف كمان عمود اسمه district، هنلاقي مثلا ايه، ان في cities موجودة في نفس الريجن، وليكن مثلا الغربية فيها كذا وكذا، الألوبية مثلا فيها البلد دي والبلد دي وهكذا. طب انا عايز اقول ايه بقى، وانت بترتبهم لي، رتبهم لي حسب الديستريكت، وليكن ascending، فيرتبهم لي حسب الديستريكت، ويرتبهم لي تصاعدي تبعا ABC الى الاخر الى الاسكي. فهنيجي نقول له order by district ascending بالمنظر ده، ونقول له go، فرتبهم لي، قال لي البحيرة اهو، بعد كده الدقهلية، بعد كده الفيوم، بعد كده الغربية وهكذا. طب لو عايز بقى جوه كل سيكشن من دول يرتبهم لي حسب البوبوليشن تصاعدي او تنازلي، اكتبها له ازاي؟ هتيجي بقى تقول له كما بقيه الحاجات اللي انت عايز ترتبها، وليكن البوبوليشن تنازلي. فلو جينا نفذناه نلاقيه عمل ايه؟ رتبهم الاول حسب اول حاجه انا عايزها اللي هي الديستريكت، كتب لي رقم واحد اهو. طب لو حصل تكرار فيهم في ريجن معينه حصل فيها تكرار، يجي بقى للترتيب الثاني، عشان كده عمل رقم اتنين اهو، قال لك البوبوليشن تنازلي. فلو جيت مثلا في الدقهليه هتلاقيه عندك ثلاثة سيتيز مترتبين تنازلي، منصورة ثم ميت غمر ثم طلخة بالمنظر ده كده، وهكذا بقية البلاد. فإذا الأوردر باي ممكن أقول كوما بقية الحاجات اللي أنا عايز أرتبها، وليكن على سبيل المثال أوردر باي A ascending B descending C ascending. ده معناه إيه؟ معناه رتبهم لي الأول حسب العمود اللي اسمه إيه؟ تصاعدي. لو حصل بعد الترتيب ده تكرار، امسك لي كل تكرار من دول رتبهم لي حسب العمود اللي اسمه بيه تنازلي. طب انا افترض حصل برضو تكرار بعد ما رتبتهم، امسكهم تبع السي رتبهم تصاعدي. ده معنى الاوردر باي. نيجي بعد كده ممكن نضيف حاجة اسمها الليمت، ودي بتاخد مني قيمتين اللي هم ايه. الليمت الاول بتجيب لي عدد معين من الصفوف. بمعنى ايه؟ هنفترض بعد ما انا عملت سيلكت وظبطتها، الخارج بتاعها مثلا وليكن 1000 على سبيل المثال. موضوع البوستس، البوستس الحاليه 100 بوست. طب انا عايز اجيب بس للمستخدم 20 ب 20، يبقى انا محتاج اليمت العدد اللي بيجي. بمعنى ايه؟ ان في اول مره هجيب له اول 20 بوست. طب اكتبها له هنا ازاي؟ هنا البدايه لو عايز ابدا من اول واحد بكتب 0، وهنا الليمت العدد اللي انا عايزه وليكن 20. فكده هيعمل ايه؟ هيجيب لي اول 20. طب لو عايز تاني 20 فاكتب له 20 وبعد كده 20، يبقى ده تاني 20، يبقى اول واحد الاوفست، تاني واحد كام عنصر. طب لو جيت كتبتها كده 30 كما 50، ده معناه عدي اول 30 ريكورد من الخارج واختار ال 50 اللي بعدهم. يبقى لو الخارج عندي عبارة عن 100 هيعدي اول 30 ويختار ال 50 اللي بعدهم، يبقى الباقي كام؟ 20. طب لو عايز اختار ال 20 متبقيين يبقى لازم اعدي كام؟ 80. يبقى هكتب 80 كما 20، يبقى عدي اول 80 خلاص عدتهم واختار لي ال 20 اللي في الاخر بالمنظر ده كده. طب لو جينا طبقناها هقول له بقى رتبهم لي بس حسب البوبيليشن تنازلي، وهات لي اول 20. يبقى انا عايز اشوف اول 20 بلد من حيث الكثافه السكانيه اللي موجوده في ايجيبت، فهقول ليميت 0 20 واقول له جو،
فيجيبهم لي اول 20 بالمنظر ده كده، هقول لك ايه showing rows 20 total. لو عايز بقى ال 20 اللي بعدهم هاجي اقول 20 كما 20 واقول له جو، فهنلاقيه جاب ال 20 برضو اللي بعدهم. طب هو دلوقتي قال لي 17 ليه؟ لانه لما جه شاف ال 20 اللي بعدهم ما لقاش الا 17 بس فجابهم لي. فاذا العدد ده مش شرط يكون العدد الحقيقي للريكوردز اللي بيجي، لا ده معناه هات لي 20 لقيتهم لقيتهم ما لقيتهمش هات لي المتاح. يعني ده معناه لو قلت له 40 عدي اول 40 وهات لي 20 وجيت اقول له جو هتلاقي جاب لي فاضي زيرو. ليه؟ لانه بعد ما عدى اول 40 ما لقاش، فقال لك ايه نو روز بالمنظر ده كده. يبقى في السيشن ده اتكلمنا عن الابديت، اتكلمنا عن الديليت، اتكلمنا على جزء في السيلكت اللي هو يسيلكت من انهي اعمده، قلنا عليها هوريزونتال بارتيشننج، انهي روز اللي هي الفيرتيكال بارتيشننج، كنا عملنا الاوردر واشتغلنا على الليمت، نزلنا داتابيز اسمها وورلد وعرفنا بتنزل منين وعرفنا ايه التارجت ان احنا ليه ننزل الوورلد، وجربنا الكلام بتاع السيلكت كاوردر وكلمه عليها.